هنروح سريعا لأبرز ما جاء في الصحافة العربية والدولية. هنبدأ من فاينانشال تايمز البريطانية اللي أكدت أن عودة السياح لمصر أصبح بالفعل أمرا مفروغا منه، وده بعد الهبوط الكبير في أسعار العطلات السياحية وتعزيز الأمن كمان. وقالت الصحيفة أن عام 2018 هيكون هو الأفضل بالنسبة للسياحة المصرية منذ ثورة 25 يناير عام 2011، وده بعد عودة السياح الفرنسيين والإيطاليين والبريطانيين للأقصر والمنتجعات السياحية الجديدة. وأضافت كمان الجريدة أن السياحة بدأت تتعافى بالفعل أخيرا في جميع أنحاء مصر بمساعدة تحرير سعر صرف الجنيه وتحسين الوضع الأمني بصورة كبيرة جدا. الصحيفة أوضحت أن التحسن الواضح في مستوى الأمن في مصر خصوصا المطارات وانخفاض معدلات وقوع الحوادث الإرهابية بصورة كبيرة أدى لارتفاع عدد الزوار من أوروبا وجميع أنحاء العالم. عادت مجلة لوبوا إلى تداعيات العملية الإرهابية اللي شهدتها العاصمة باريس مؤخرا، وأوضحت المجلة أن من بين 13 هجوما إرهابيا ارتكب في فرنسا من حوالي عام 2015، وهذه هي المرة الأولى اللي بيرتكب فيها هذا الحادث من قبل شخص من الجمهورية الاتحادية الروسية هذه العملية الإرهابية. المجلة نقلت عن رجل أمني تفاصيل عن حمزة عظيموف وهو مرتكب عملية الطعن في باريس. أكد أن المصدر الأمني هذا أن عظيموف كان مدرج على لائحة أس المتخصصة للأشخاص اللي بيشكلون تهديد أمني رهيب لفرنسا، وكمان تم تحديد اتصاله في عام 2016 مع أعضاء من مجموعة بتقوم بتنظيم عمليات نقل المقاتلين إلى مناطق القتال في العراق وسوريا، لكن عظيموف لم يكن يشكل بحسب الرجل الأمني ده تهديدا خطيرا عكس ما وصفته بأنه الأخطر منه صديقه عبد الحكيم اللي كان أكثر تهديدا وإرهابا بالفعل. وكالة فرانس 24 سلطت الضوء على اتفاق الصين والولايات المتحدة الأمريكية على عدم الدخول في حرب تجارية وعدم فرض رسوم جمركية إضافية على بعضهما البعض. البلدان كانوا أصدروا بيان مشترك النهاردة أعلنوا فيه التوصل بالفعل لاتفاق للحد بشكل كبير جدا من العجز الأمريكي في المبادلات التجارية مع الصين، فيما أدلى نائب رئيس الوزراء الصيني بتصريح خطير بعدما ترأس هذا الأسبوع الوفد الصيني إلى واشنطن وأجرى مفاوضات مع وزير التجارة الأمريكي.